أهلاً، اليوم حعمل بيتزا مرة لذيذة. أول شي ححط الموية، خميرة وسكر وأخليهم لما يتفاعلوا، وأضيف الدقيق والملح وزيت الزيتون. ححط العجينة في زبدية مدهونة بزيت زيتون لمدة ساعتين. بعد ما ارتاحت حقسمها لأربع أقسام وأكورها وأحطها في تبروير 24 ساعة. للصوص ثوم وبهارات وزيت زيتون وعلبة طماطم. بعد ما طلعت العجينة من الثلاجة بساعتين حفردها، ما أمسك الأطراف بس من الوسط، وأحركها وأمدها لما تصير رفيعة وبنفس السمك. لما تطلع معانا فقاعات معناته التخمير كان صح، وحتكون معانا فراغات بعد الخبز. ححط الصوص برمجان وموزاريلا، ملح وفلفل مجروش، زيت زيتون وريحان، وححطها في الفرن على الحجر على أعلى درجة حرارة، وإذا ما عندكم حجر ممكن بالصينية العادية. لما تخرج هحط عليها زيت زيتون، وبالعافية لازم تجربوها.